ازيك يا ابو العز؟ فاكرني ولا محتاج افكرك بيه؟ اللي مثلي ما ينسى اللي كرمه ولا الاهانه يا سليم بيه، خصوصا الاهانه، عشان هذه ما تحصل الا قليل وما تعدي بالسهل. خطوه غاليه، السجن نور. ايش سر زيارة الغالية هذه؟ في شيء حصل برا ولا ايش؟ زيارة مين يا ابو العز؟ انا اتنقلت هنا في السجن عشان تشوفني كل يوم. انا هخلي ايامك الاخرانية دي اسوأ حاجة ممكن تشوفها في عمرك، لحد ما تقولي مين اللي عمل كده في بيتي وده حصل ازاي. يا سليم بيه، انا خبرت نبيل باشا كل اللي خابره، وبعدين في الوقت هذا أني كنت في السجن، لا حول لي ولا قوة، وما أقدر أسوي شيء ولا خابر شيء. وبعدين سعادتك الحين بتحكي إن هذه آخر أيامي في الدنيا، يبقى شغل العين الحمراء هذا ما إله داعي. أني رايح يا سليم بيه، وما عنديش إلا خاف عليه ولا إلا خاف منه. غلطان يا أبو العز، مفيش حد ما عندوش حاجة يخاف منها ولا يخاف عليها، وبالذات أنت، عشان لو باقي في عمرك ساعة واحدة بس خليك تتمنى الموت ألف مرة وما تشوفش اللي أنت هتشوفه مني. اسمع أبو العز، انت راجل كبير ومش حمل بهدله ولا اهانه ولا حمل اللي هعمله فيك. فكر الف مره وهنتقابل تاني. اسمع يا ابني، مفيش حاجه تخش الزنزانه دي من غير اذني. ميه، اكل، دواء، مفيش حاجه تحصل من غير ما ترجعولي. والله صعبان عليا من اللي هعمله فيك.